صباحكم بكل خير متابعي طقس العرب في الأردن، نتمنى جمعة مباركة للجميع. نقدم لكم هذه النشرة الجوية التي نتحدث فيها عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لنهار اليوم في عموم مناطق المملكة. نبدأ بتوقعات الجو بالعاصمة عمان خلال ساعات نهار اليوم، حيث تسود أجواء غير مستقرة، سخات رعدية من الأمطار متوقعة، 16 درجة مئوية كحرارة عظمى الملموسة، 15 نسب رطوبة عالية 90%، أما الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة. ننتقل الآن للتوقعات الجوية في باقي مناطق المملكة. نبدأ بالمنطقة الشمالية، أجواء غير مستقرة، زخات أمطار رعدية متوقعة في عموم تلك المنطقة، إربد 18 إلى 12، عجلون 16 إلى 12، المفرق 19 إلى 12، أما جرش 19 إلى 12. أما بالنسبة للمنطقة الوسطى أيضا أجواء غير مستقرة، زخات رعدية من الأمطار متوقعة في عموم هذه المناطق، البلقاء 19 إلى 14، مأدبة 19 إلى 11، عمان 16 إلى 11، الزرقاء 20 إلى 12، أما البحر الميت 25 إلى 18. بالانتقال للمنطقة الجنوبية، حيث تسود أجواء أكثر استقرارا نوعا ما، بالرغم من تفرق بعض الغيوم متوسطة الارتفاع والعالية الارتفاع، كرك 15 إلى 10، طفيلة 16 إلى 10، الشوبك 14 إلى 8، معان 18 إلى 10، العقبة 25 إلى 16. ننتقل الآن لتفاصيل الحالة الجوية في المنطقة الشرقية، أرويشد 20 إلى 12، الصفاوي 20 إلى 11، الأزرق 22 إلى 13، مع أجواء غير مستقرة، أتربة مثارة، وأيضا فرصة لزخات رعدية من الأمطار. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.